السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن العراق، وبإمكان حضراتكم مشاهدينا أن تتواصلوا معنا من خلال أرقام هواتفنا التي تظهر أسفل الشاشة أمامكم، أو من خلال الرقم المخصص للواتساب الذي يمكنكم من إرسال رسائلكم النصية والتي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. مشاهدينا الكرام، نبدأ من المقاطع المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي. كشفت محاولات العتبتين العباسية والحسينية اللتين تريدان تهجير أكثر من 1000 عائلة وتجريف مزارعهم في منطقة الدواجن بكربلاء، كشفت سطوة المرجعية السياسية والاقتصادية بوصفها دولة موازية كما يقول مراقبون. ويجمع مراقبون سياسيون على أن مرجعية النجف صارت تمثل دولة متكاملة بأموالها وقواتها القتالية داخل الدولة العراقية، ولا يمكن أن تخضع للمحاسبة المالية ولقوانين الدولة وسلطتها. ويتساءل عراقيون عن فائدة وجود وزارات في الحكومة العراقية طالما تقوم العتبة بتنفيذ مشاريع الدولة والقطاع العام، مطالبين وبطريقة تهكمية بإغلاق الوزارات وتوفير الأموال، أموال الرواتب والمخصصات. طبعا بعد الاحتلال الأمريكي للعراق في عام 2003 لم تسلم المصانع العراقية من سيطرة الأحزاب والميليشيات المتنفذة بعد أن استحوذت على أراضي المصانع واستملكتها بصورة غير قانونية، وكان للعتبتين الحسينية والعباسية دور مماثل لما أقدمت عليه الأحزاب ومكاتب الميليشيات الاقتصادية. طبعا لعلكم تذكرون ما حصل لمصنع تعليب كربلاء الذي استحوذت عليه العتبة وقتها. طبعا في هذه الأثناء نظم سكان منطقة الدواجن التي تسعى العتبات الدينية التابعة لمرجعية النجف السيطرة عليها، نظموا وقفة احتجاجية معربين عن رفضهم لما قامت به مجموعات من عناصر مسلحة تابعة للعتبتين من ممارسات تهدد أرزاق سكان هذه المنطقة. دعونا نشاهد جانبا من هذه التظاهرات. نستمر مع هذا الموضوع مشاهدينا الكرام. لم تسلم هذه الوقفة السلمية التي شاهدتموها من القمع حينما أطلقت العتبات الدينية التابعة لمرجعية النجف ميليشياتها لتصول وتجول وترهب هؤلاء المتظاهرين، حينما أقدمت على إطلاق النار وترهيبهم وترويعهم وتفريقهم بالقوة في مشهد يبين سطوة هذه العتبات والمرجعية وتهديدها كل من يحاول المساس بخططها كما يقول العراقيون. دعونا نشاهد ما الذي جرى أو كيف جرت عملية تفريق هذه التظاهرة. العتبة يضربونا والشرطة موجودين.
الشرطة موجودين وش العتبة اهتدت علينا؟ الشرطة موجودين والعتبة تهتد علينا قدام الشرطة، قدام أمن المحافظة، قدام أمن المحافظة، قدام أمن المحافظة، الشرطة موجودة والعتبة، العتبة ضربوني، ضربوني وتجاوزوا على شيوخ العشائر كل احنا. ضربونا بوجود العتبة، هاي موجودين شرطة وناس منظمين محترمين وجاوزوا علينا العتبة. نستعرض الآن مشاهدينا الكرام بعض التعليقات التي وردت بشأن هذين المقطعين. علي يقول: لا يا بهاي العتبة مشاريعها كلها خيرية وتفيد الناس، عافية بلد، كل شيء بيه حرام صار لحقتوا هاي الناس الفقرة. أحمد يقول: العتبات سوتها بلا ملح، استملكوا النجف وكربلاء وكل شيء لهم مباح، يجي يوم نصير مثل النظام الإقطاعي الكل يشتغل يمهم. أبو جاسم يقول: العتبة حتى الصحراء والبادية استولت عليها، وبعد كم سنة تستولي حتى على بيوت الناس. ورعد يقول: الله لا يوفق كل من هدم هذا البلد، أين تذهب هؤلاء الكسب الذين في أعناقهم عوائل وبيوت وأمراض ولديهم أولاد تدرس وبأمس الحاجة إلى العمل كي يعيشوا، علما أن جميع الحكومات تدعم الصناعات واليد العاملة، أما في العراق عكس ذلك، حسبي الله ونعم الوكيل. نستمع مشاهدينا الكرام لرأي السيد أبو علي من واسط. تفضل يا أبو علي، حياك الله. السلام عليكم أستاذ الكريم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مشاهدين جمهور الرافدي، سيد الكريم، أول شيء خلينا احنا نفرق بين المراقد وأهميتها ومكانتها في قلوب المسلمين وبين من يدير هذه المراقد. احنا اليوم نتكلم عن من يدير هذه المراقد حتى ما يقولون قناة الرافدين طائفية وغيرها. صحيح صحيح. فاليوم نفس اللي يصير هذا، نفس هم القائمين على مرقد الإمام الرضا بإيران، يعني يشتغلون اللي اشتغلوا بإيران هناك، وهذا دليل على نفس المنهج يشتغل هناك، قاموا يشتغلون على كل شيء. نعم. شنو هذا للإمام الغائب والإمام الرضا، استثمار الإمام الرضا، حاشا الإمام الرضا، حاشا أئمة المسلمين من هذا الأمر. يتاجرون 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 بالدين. لأن ما حد يقدر يقول لا، يقول لك هذا الإمام الحسين، أنت ما تقول لا، ولا الإمام العباس ولا الإمام علي عليهم السلام، ما تقول لا. لذلك اليوم إذا أتذكر مرة قناة إحدى القنوات التلفزيونية في العراق، وأقول بصراحة هي قناة الحرة، سوى التقرير عن الفساد في العتبات في الوقتين. نعم. السني والشيعي. طبعا السني والشيعي، طبعا بالذات الشيعي كذلك الموجود في 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 النجف وفي كربلاء اللي تابع للعتبات. نعم. وكذلك في الموقف وقت السني في المحافظات. تدري سووا راحوا وحرقوا هذه القناه وهددوا المعاملين وكرهوا. هنا سؤالي اريد اطرحه لحضرتك بهذه النقطه. يعني احد المشاركين عندنا بالواتساب كاتب: يستاهلون، يقصد على الناس اللي شافهم بالمقطع، يستاهلون، خلي العتبات تنفعهم. السؤال هو: هاي القدسية اللي موجودة اليوم في العراق لهذه المرجعية وللعتبات، وأنه هي فوق القانون، يعني ما حد يقدر اليوم يسأل هذه العتبات من أين لك هذه الأموال، أو لماذا هذه الأموال التي يتبرع بها هؤلاء الزوار مثلا تذهب إلى خزائن هذه المرجعية؟ يعني هذه القدسية اجتي عن طريق الناس اللي سوت هذه الهالة لهذه المرجعية، لو الأحزاب اللي تحكم العراق خططت ورتبت بأن تكون هناك هذه الجهة محمية يعني فوق القانون، وبالتالي اللي يصير عن طريقها هو أمر يعني ما نتدخل به، ما لنا علاقة به، تحط إيدها على فلان أرض، تسيطر على فلان مكان، ما لنا علاقة. يعني الخيارات اللي اعطيتني اياها هن اثنين اللي اشتغلن. اول شيء الاحزاب جايه تجهل المجتمع. نعم. واللي ينطق قدسيه للعاملين على العتبات هم الجهله، اللي يقول لك انت متعاتب من 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 تعادي العتبه انت تعادي الحسين، لو تعادي الامام علي. والاحزاب اليوم هي بمين اشياتها؟ لان ترى العتبات هي موزعه على الاحزاب. نعم. يعني الامام علي الحزب، واستغفر الله، مرقد الامام العلي الحزب، ومرقد الامام العباس الحزب، ومرقد الامام الحسين الحزب، فهم موزعين، وحتى الكاظمين كذلك هم موزعين. وانت تقول السرقه، انا شفتها بزمن على قولتهم الزمن المقبول وزمن البعث،
من تجي الناس تدب الفلوس والله العظيم والله ويشهد علي رب العالمين يجيبون سيما هذا السلك وياخذون الفلوس خاصه ياخذون وقتها كان اكو ناس تدب دولارات وعملات اجنبيه ياخذون ويبوقون من الشباك لان كانت المفتاح قبل عند الاوقاف ويبوقون هم هذول القائمين عليها. لذلك احنا اليوم التجهيل الدوله جاي تجهل المجتمع حتى يظل يقدس هؤلاء الناس. اليوم تقولهم يعني احد المتصلين قبل فتره انتقد دور المرجعيه السلبي، مرجعيه النجف بزعامه السيستاني، انتقدها وانتقد دورها السلبي تجاه الاحداث في العراق، تجاه الفساد اللي دا يستمر اليوم. يعني انتم كانت او هو كانت لديه القدره مثل ما يقولون انه مرجعيه النجف هي اللي جيشت هذه الاعداد وجهتهم للذهاب لقتال داعش. طيب ليش ما تسوي دور ايجابي تجاه اللي دا يصير اليوم بالعراق من فساد وظلم وانتشار للميليشيات وفرق الموت والاغتيالات والمخدرات؟ ليش ما تؤمر او ليش ما تجيش نفس الجيوش او ليش ما تفتي بمحاربة الفاسدين، بطرد العملاء من الحكومة الموجودين اليوم بالعراق، بالقضاء على المخدرات وانتشارها، بإغلاق صالات القمار وبيوت الدعارة؟ ليش ما تفتي بهاي الفتوات؟ شوف، أول شيء كل رجل دين اليوم في العراق سواء سني شيعي مسيحي غيرها اللي ما يستنكر ما يحدث بالدولة اليوم فهو مطالب يعني محاسب أمام رب العالمين ده. نعم. وإحنا نطالب. اما كلمه ليش استاذ محمد شو اقول لك يعني؟ ليش؟ لانه مستفاد يمكن. ليش؟ لانه اساسا ما يعني هو مجبور على الاقامه ويقعد وما يحكي، هذا كذلك يمكن. لكن احنا اليوم نقول للي يقدر يحكي وللي يقدر يطلع ويقدر ياخذ بالاعلام المفروض اليوم هو يقول. لكن ليه انا اقول للخيار الاول اللي قلته انه هو مستفاد؟ لانه يدري انه الدوله بعد طيب. اذا يعني بتبتلع. شكرا جزيلا سيد ابو علي من واسطه، نكتفي بحضرتك بهذا القدر. خلونا نسمع راي السيد عطوان من بغداد. تفضل يا عطوان. سيد محمد شلونك؟ حياك الله سيد عطوان، اهلا وسهلا. رحم الله والديك. والديك اهلا وسهلا، تفضل. سيد محمد طلعت الفيديو مالتي هذا الشرطي ضرب نصين على راس باب الحوش. نعم. سيد عطوان نعم، احنا يعني سمعنا قصتك كذا مره. انا اشكرك شكرا جزيلا. سمعنا قصتك في اكثر من مناسبه ونفس القصه حقيقه تعاد وتكرر، وان شاء الله اكو حل لموضوعك وان شاء الله اكو حل لقضيتك. اشكرك شكرا جزيلا سيد عطوان من بغداد. خلونا نكمل مشاهدينا الكرام ما لدينا من مواضيع في هذه الحلقه. ننتقل الى موضوع اخر ويتعلق بالقطاع الصحي. دائما ما يتكرر الحديث في العراق بشأن القطاع الصحي في البلد وبشأن الفساد الذي ينخر هذا القطاع والذي بدا واضحا للعيان، إذ فقد المواطن العراقي الثقة بالمستشفيات على خلفية فقدانها إمكانيات كثيرة كانت تتمتع بها قبل عقدين من الزمن في أقل تقدير. ويمكن للمراقب أن يلاحظ افتقار المستشفيات الحكومية إلى شروط صحية كثيرة، علما أن تلك المستشفيات كانت في السابق مقصدا لمرضى من بلدان عدة بهدف تلقي العلاج، وبالتالي سلم العراقيون بأن المستشفيات في بلادهم تفشل في توفير العلاج لهم، وصار السفر للاستشفاء في بلدان أخرى أمرا شائعا، فراحت مكاتب السفر تروج للعلاج في مستشفيات خارج العراق. ووصل الحال في المستشفيات إلى أن لا تجد في رودهاتها وغرف العلاج فيها أبسط المستلزمات، بما فيها تلك الغرف التي يدفع المواطن ثمنا باهظا عن كل ليلة يبيت فيها طلبا للعلاج. دعونا نشاهد كيف بدت الصورة في مستشفى الشعلة في بغداد ومستشفى بعقوبة العام كما توثق شهادة أحد المواطنين من هناك. طبعا هاي بمستشفى الشعلة، هاي عودردهات خاصة بفلوس تحجزها شلون الأهلية. شوف الغرفة ذولا الجماعة الماخذيها، لا بنكة لا تبريد، التلفزيون عاطل، كرسي ماكو، سلة كرمون مال زبالة ماكو. يقولون والله ساعتين كتلنا الحر واخذنا المريض مالنا وطلعنا وجماله بفلوس حالها حال الاهلي. ليش والله بشرفكم هاي مستشفى بعقوبة العام، هاي مستشفى بعقوبة العام. وين وزير الصحة يعني المريض يقولوا له جيب البنكة وياك مالتك من البيت، كتلة الحار وجايبين الكرسي وكل غراضهم جايبيها من البيت. هاي مستشفى بعقوبة العام، هاي مستشفياتنا صارت، يعني شنو فضلكم علينا؟ شنو فضلكم علينا؟
نستمر مشاهدينا الكرام مع هذا الموضوع وننتقل إلى مقطع آخر. تتدهور حالة المرضى بسبب المستشفيات التي تهالكت بناها التحتية على خلفية ملفات الفساد المختلفة في وزارة الصحة في العراق، ويمضي المواطنون في مناشدة المسؤولين لإيجاد حل لما يعدونه كارثة، في إشارة إلى الواقع الصحي المتردي. طبعا مشاهدينا الكرام لا تستغربوا أنكم تعيشون هذا الواقع الأليم حينما ترون طوابير طويلة وهي تنتظر الحصول على تذكرة باص لتخضع لفحص عند هذا الطبيب أو ذاك، في مشهد يعيدك إلى ستينيات القرن الماضي، وكأننا لا نعيش في عام 2023 التي بات الحجز فيها بطريقة إلكترونية عبر تطبيقات الهاتف المحمول وبشكل مسبق. دعونا نشاهد كيف بدت الصورة في مستشفى الفيحاء في محافظة البصرة. اليوم هنا أنا بالمستشفى، مستشفى الفيحاء. هاي اليوم مفاجئة، هذول الناس يشوفونهم، هذول مو على مود لا تعيين ولا شيء، هذول على مود فقط باص ياخذونه حتى يدخلون للمستشفى. شوف السرة وين طالع. عجيب عجيب، هاي العالم كلها مرضى. مشاهدينا نكمل مع هذا الموضوع وننتقل من محافظة البصرة إلى محافظة القادسية التي شهدت فاجعة بمستشفى النسائية والأطفال في مدينة الديوانية، حينما توجهت سيدة من قضاء الحمزة لإجراء عملية ولادة، وبعد إجراء العملية وخروجها تفاجأ ذووها بأن ابنتهم حدث معها كسرين بالعظام وخلع عظمين آخرين وحدوث ارتجاج بالدماغ، لتنقل على إثر ذلك هذه السيدة إلى العناية المركزة. دعونا نشاهد. حولوها للديوانية، للمستشفى العام مال الديوانية. دخلنا للدكتورة، حولتنا على الخاص. دخلت الساعة بالتسعة تقريبا، طلعوها ورا ساعة، طلعوها قطط يعني. صعدوا هذول سليم في شمابيه، هذول الخدج، هي ما صعدت لحد الساعة 2:30، أنا يمها ما صعدت 2:30 بالليل؟ لحد الساعة بس ساعة دخلوها لصالة العمليات؟ دخلوها تقريبا حدود 9 9 الصبح 9 بالليل 9 بالليل ايه. تمام لثنتين ونص تقريبا 4 ساعات 5 ساعات هي ما صاحية ما صاحية أبدا. زين تفاجأنا صراحة ايه. بهذا الشيء وراها لزمتها النفاضة. زين لأن ما كان اكو يمها أحد. تمام لزمتها النفاضة نكتتها نكت. اجتها دكتورة حطتها مهدئات ونامت على المهدئات. اتفاجئنا العصر جاب الدكتور ابو كسور لقاعتها كسرين وخلعين. هذا الحكي هي فاقده. اها هذا الحكي شنو كسرين وخلعين؟ هي عمليه ولاده. اي وهي كل شيء ما بيها كل شيء ما بيها اجت تمشي وامور طبيعيه هي وزوجها واحنا موجودين ابد كل شيء ما عدت نسولف ونضحك. من الحمزه اجت؟ من الحمزه. اي زين دخلوها لجوا وطلعوها مكسره. دعونا نتابع الآن مشاهدينا الكرام بعض التعليقات التي وردت بشأن هذه المقاطع. نور تقول: هاي قصابة مو ولادة، يمكن واقعة من السدية مع الأسف، صارت مهنة الطب تجارة مو مهنة إنسانية، كل رحمة ماكو خاصة مستشفى الولادة. أبو أمير يقول: الإنسانية في مستشفيات الديوانية صفر، ورقابة نايمين إلى والرقابة نايمين إلى متى هذه البهذلة؟ أبو فاطمة يقول: عمي ما صايرة بالتاريخ هيك، والله وصلنا لأسوأ مرحلة بالديوانية، ترى ماكو هيك معودين شوفوا حل للوادم شنو ذنبها. وتعليق لدينا من فارس يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، يجب محاسبة الجميع من أعلى الهرم لأسفله. نستمع لرأي السيد عبد الرزاق من بابل. تفضل يا عبد الرزاق، حياك الله. السلام عليكم. شو أستاذ محمد؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ محمد، اليوم القطاع الصحي والقطاع التعليمي يعاني من مشاكل هواي صراحة، لأنه هم يعني الإداريين أو المدراء أو القادة اللي
يديرون هذا البلد، هم يدون هدفهم تدمير القطاع التعليمي والقطاع الصحي. نعم. يعني يوم انت جاي تشوف يهيئون مستشفيات أهلية ومدارس أهلية، هذا كله يخدم للأحزاب، هذا فدوارد للأحزاب، فيحاولون يعني يهمشون القطاع الحكومي. فما يطول لا الأولوية لا الاهتمام، فتروح للمستشفى كل شيء ما تلقى. حتى الدكتور للأسف اللي هو رسالة مالته رسالة إنسانية، اليوم المريض يروح للمستشفى ما يعامل ذيك المعاملة الإنسانية. نعم. أو يحترمه أو يعني فحصل يعني احنا خلينا نطرح السؤال سيد عبد الرزاق من وجهة نظر مقابلة اللي تفضلت به. الدكتور شو يريد يسوي وهو ما عنده الأدوات ولا المعدات ولا البيئة المناسبة للعمل، ولا يوجد دعم إلى من قبل وزارة الصحة في المستشفيات الحكومية؟ يعني أكيد يبحث عن مصدر ثاني، يبحث عن بديل. الإغراءات اللي تجي ربما من المستشفيات الأهلية، من القطاع الخاص بالنسبة للقطاع الصحي، تغريه تخليه يتكاسل عن العمل في المستشفى الأهلي. لكن أيضا هو السؤال أنه هل أكو تجهيزات، هل أكو مستشفيات على مستوى بالنسبة للقطاع الحكومي تدفع هذا الطبيب إلى العمل بذمة وضمير وفقا للأجهزة المتطورة ويعالج الناس أصحاب الدخل المحدود؟ أستاذ محمد، أنا قلت بداية كلام، قلت مهنة الطبيب مهنة إنسانية. تمام. فيفترض مدير مستشفى، الأجهزة الطبية، إداريين، فنيين، كل اللي موجود بالمستشفى، أغلق المستشفى. حتى أعطي صورة احتجاج بأنه هذا المستشفى ما بتوفرون المواد اللازمة فحص المرضى حتى على مود يصير رأي عام. أما إذا يبقى ساكت الدكتور يخون الرسالة مالته ويخون الأمان اللي هو خلي يعني اللي تفضلت به كلام واقعي ولا يخلو العراق من الفاسدين بكل القطاعات. لكن الطبيب اليوم وأصحاب المهن الصحية والطبية والممرضين دي يتعرضون إلى انتهاكات واعتداءات مستمرة. أكثر من 6000 طبيب عراقي على مستويات يعملون في المملكة المتحدة بس في بريطانيا. صح. 6000 طبيب. صح. وغيرها طبعا دول العالم بها منتشرة أعداد ضخمة من الأطباء. ليش؟ لأنه العراق ليس بيئة آمنة لممارسة مهنة الطب. اليوم الدقة العشائرية والفصول والقانون الغائب عن حماية الناس وعن حماية الأطباء يجعل هذه ممارسي هذه المهنة دائما عرضة للخطر. اليوم أي أقل خطأ طبي ممكن يصير يجيك واحد هو وعشيرته بالسلاح ممكن يقتلوك. فالقضية يعني أيضا يعطى العذر صراحة الطبيب في بعض الأحيان أنه ما يقدر يقوم يؤدي المهمة بالشكل المطلوب لأنه البيئة ليست مناسبة. يا سيد عبد الرزاق، أستاذ محمد، أنا ما أختلف وياك. صح. نعم. اليوم حالة الطبيب مثل حالة السلع اللي جاي تصدر للعراق. يعني احنا اليوم اذا قدرنا نبني مصنع او بنينا اي معمل، شوف ثاني يوم يتعرض للتهديم للتفليش. نعم. او يتعرض للحرق. فنعرف هذا كل زين، بس احنا نريد ما يبقوا ساكتين. اذا الدكتور بقى ساكت، المهندس بقى ساكت، المعلم بقى ساكت، فلان جهه بقى ساكت، يا اخي ما راح يصير حياه. ما راح يصير يعني فت صوت. صحيح. يعني يوصل للعالم بانه احنا كشعب نعاني من معامله الاحزاب، من معامله الناس اللي جاي يقودون البلد. فلا يبقى يعني هذه الجهات المسموعه المفروض ما تسكت. شكرا يعني شكرا، وصلت الفكره. نعم. انا اشكر حضرتك سيد عبد الرزاق من بابل، شكرا جزيلا لك للمشاركه. دعونا ننتقل الان مشاهدينا الكرام إلى جزء ذكر السيد عبد الرزاق من بابل قبل لحظات يتعلق بقطاع التعليم. ذكر هناك مشكلة في الصحة ومشكلة في التعليم. دعونا نتحدث الآن عن الجزء المتعلق بالقطاع التعليمي. هناك أزمة بتوفير الكتب المدرسية، وهي أزمة ليست جديدة في العراق لكنها تفاقمت خلال العام الماضي مقارنة بالأعوام السابقة. لكن الوعود التي أطلقتها وزارة التربية لهذا العام بثت الأمل في نفوس أولياء الأمور قبل أن تصطدم أو تصدمهم الحقيقة المرة حينما استلم أبنائهم كتبا ممزقة على غرار ما حدث العام الماضي.
حينما بررت الوزارة وقتها ذلك بسبب عدم إقرار الموازنة للعام الماضي، إلا أن هذا العام وبرغم من وجود موازنة عامة ورصد المليارات ودعوة الوزارة أولياء الأمور لعدم شراء الكتب، إلا أن الحال كان مماثلا للعام الماضي حينما استلم الطلاب كتبا ممزقة كما رصد أولياء الأمور. دعونا نشاهد. ماذا نسوي؟ نلزق بالكتب. عام دراسي إن شاء الله جديد ونجاح دائم على هالكتب المشققة. قاعد نلزق ونرجع لي وري. الحمد لله والشكر. هاك شوف استلمنا كتب ما شاء الله اليوم، هاك كلها مشققة. زين هذا الطفل أو الطالب شلون يصير له واهس ويقرأ بيهم واحنا جايبينهم قوه يقرون؟ زين وين هاي الفلوس الدوله لو بس على المقرنص ذا بيهم؟ نستمر مع هذا الموضوع مشاهدينا الكرام. طبعا هذا الامر اضطر اولياء الامور الى تحمل اعباء توفير الكتب من خلال شرائها او طباعتها في السوق المحليه على حسابهم الخاص. وطبعا عد أولياء الأمور بدء العام الدراسي من دون إكمال طباعة الكتب يعني تكرار المعاناة ذاتها، الأمر الذي يؤثر سلبا في العملية التعليمية بصورة عامة. طبعا قام أحد أولياء الأمور الطلبة من محافظة المثنى بعرض منهج دراسي ممزق تم توزيعه على التلاميذ، وتساءل عن هذه الكتب كيف يمكن لها أن تعلم الأجيال وهي ممزقة وبهذه الحالة الرثة. دعونا نشاهد. يوم يمكن 1/10 دوموا الأطفال، تربية المثنى، قضاء الخضر، شرفك هاي تطي لابني هاي، وانت عرض تريد تعلم أجيال تخليها دكاترة؟ لا انت مو صالح، انت اصلا مدير تربية مو صالح ولا وزير تربية. اجيت بواسطة وزير تربية، والله مو صالح مو صالح مو صالح، ولا عندك ذنب ولا ظنين. انا ما اغلط، انا احكي الحق. هذا شرفك هذا تطير؟ هاي اسلاميه؟ هاي شرفك؟ هذا تعطي كتب؟ وزير من تدفع حمولاتك وسياراتك كسارات والجيش يركض وخر ما وخر وهاي تطير؟ نستعرض مشاهدينا الكرام بعض التعليقات التي وردت بشأن هذه المقاطع. رائد يقول: بزمن الحصار وكان العراق يمر بأصعب ظروف أو بأصعب ظرف، والمناهج الدراسية متوفرة ومن ضمنها الدفاتر والقرطاسية توزع بالمدارس مجانا. أبو الشوق يقول: المخازن فارغة ولا كتاب صف خامس إعدادي، وين موازنة وزارة التربية؟ وين الإجراءات؟ أبو الله لا يوفقني. على محمد الشاع السوداني. محمد يقول: الأسواق مليانة كتب جديدة، منين طلعت وش وصلها للسوق؟ سؤال مهم. وحيدر يقول: فعلا معاناة، قلت لك خابصتنا الوزارة بالخطة التطويرية والاستعداد للعام الدراسي، شنو هالقابلية على الكذب؟ ما أدري. خلونا نسمع رأي السيد أبو علي من الديوانية. تفضل يا أبو علي، حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبيبي الدكتور يداوم بالصحة. أي عدة مستشفى مدنية. نعم. يداومنا نص ساعة هنا أربع ساعات بالمستشفى الأهلية. نعم. المستشفى تاعي. المعلم كذلك عدة مدرسة أهلية هو مسويها. يداومنا ساعتين شلون ما شلل الطلبة هالفقرة. ودام بالمدرسة الأهلية. يعني كل قطاع قطاعين، قطاع خاص وقطاع عام. طيب قطاع الخاص هذا الاهلي، لان هو رئيس وزراء له وزير محمد السوداني. وزير له رئيس وزراء. رئيس وزراء الشعب. ليش يدب الشعب؟ ليش يدب جورة على راس الهرم؟ ليش؟ لان التقصير به. شلون التقصير به؟ لان هو ما محسب الروح رئيس وزراء بس بالاسم. لو اسمه رئيس وزراء حاسب دول الوزراء مثل وزير الصحه مثل وزير الكهرباء، هذول يراد لهم يا عيني وغادي ايش حتى يوم حاسب له وزير. هذا للتيار وهذا للاطار. صحيح. واحنا شلنا ان نعلق والدين علينا، هذا للاطار وهذا للتيار.
الله وكيلك المناطق الجنوبية ما يجيها شريف ولا يجيها شريف. قل لكم شوها من تاريخ الجنوب إلى اليوم، كل ما نظل نظرة بالتاريخ واحد أسوأ من الثاني. واللي جونا دول التيار والإطار الله وكيلك لو جاي إسرائيل حاكمتنا أحسن، مثل محافظ الديوانية إيش حد هذا محافظ الموصل يفتر بالبيوت والفرج الفقرة، مش حتى محافظ الديوانية من المحافظة المضيف مالته تقول عدة هنا أنا قاعدة عشائر معدة الثلاث ملايين ساكن بالديوانية. نعم صحيح صحيح. استعراضات، أنا أشكرك أبو علي من الديوانية، عايشين على الاستعراض الإعلامي. محمد الشاع السوداني اليوم يقاضي أي واحد ينتقده ويرفع قضايا ويرفع دعوات، والقضاء طبعا يركض لأنه هو بيد هذه الأحزاب. اليوم أي شخص ينتقد هذه العملية السياسية يسموه داعشي أو بعثي أو صدامي، اليوم كل واحد ينتقد هذا الفشل والإخفاق والوعود الكاذبة الفارغة اللي أطلقها محمد الشاع السوداني وحكومته، يتهموه بالعمالة والخيانة والتواطؤ وأنه هو أجندة أجنبية ومدفوع من السفارة وممول من الخليج وممول من مادري وين، وهكذا هذه التهم اللي يحاولون يصدون بها كل الأصوات التي تنتقد الفشل والإخفاق والفساد الموجود ولا يزال في هذه الحكومة. سجاد من بغداد، تفضل يا سجاد، حياك الله. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا احنا احد اللجنة التنسيقية لعوائل السجناء. نعم. جاي نوصل مظلومية هاي العوائل الهسة بيد الاحزاب بيد هاي النواب اللي ما تخاف الله، جاي يضحكون عليهم اللي مسوينهم دعاية انتخابية، ولدكم راح نطلعهم ولدكم هيجي والعفو. نعم. جاي وكله كاذيب. مو جاي انتخابات أكاذيب. مجالس المحافظات يا سجاد لا تنسى. اي 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 كله كاذيب هاي. نعم. نعرفه احنا هم ان نعم. آه مو قشم احنا على هذا الموضوع. عرفناهم هاي كاذيبهم، كل ما تقرب انتخابات يتوعدون يعني يعني علواء. يا ريت يا ريت يا سجاد توصلون هذا الكلام، انتم اقرب لعوائل السجناء والمعتقلين، وصلوا لهم هذه الرساله، وصلوا لهم هذا الكلام. يا جماعه يا جماعه كافي كافي تاخذكم العاطفه، كافي تاخذكم العاطفه وتتاثرون. بس اسمح لي سجاد، بس اسمح لي بس اسمح لي اسمح لي اسمح لي بس اسمح لي خليك تكمل سجاد. على ادراج قانون العفو تسمعني سجاد؟ 100 سجاد بس اعطيني دقيقه واحده بس نوصل هاي الرساله. تفضل. يا جماعه كافي تاخذكم العاطفه وتتاثرون بهذه الخدع، وأنه إحنا راح نحرك قانون العفو العام وانتخبونا، وإن شاء الله قانون العفو العام يتم وينفذ ويقر. كافي تنخدعون بهذه الوعود، كافي تأخذكم العاطفة وتنسيكم الحقيقة. من اللي طبب أبنائكم للسجون والمعتقلات لولا هؤلاء المتواطئين اللي ديديرون المحافظات المنكوبة، ولولا الفاسدين اللي ديتعاونون مع السجانين في سبيل الاستفادة والمنفعة المادية؟ تفضل سجاد كمل. طبعا رسالتي هي اوجهها من خلال قناتكم الموقره للاطار والقيس الخزعلي، خاصه قيس الخزعلي. طبعا انتم وصفتوا هاي السجناء المظلومين بالارهابيه بالكذا وبالكذا وبالكذا. انتم زين انتم شنو انتم؟ انتم مو ارهابيه، انتم مو كتبتوا ثوره تشرين، انتم مو كتبتوا ثوره عاشوراء. انت بالنسبه لك قيس الخزعلي انت عمود اخوك ليث كتبت 1500 شاب عراقي، عمود اخوك ليث ها كتبت 1500 شاب عراقي بريء بريء كتبت عمود. هذا المجرم، هذا الذيل اللي ايران والدول الجوار هذول هسه جاي يقودون العراق، كلهم مو عراقيين طبعا، وكلهم جاي تجي اوامر من ايران، والاوامر تجي من ايران ضد الشعب العراقي، ضد الشعب العراقي. يجيك يحكم لك شاب على مادة 28 حسبة تاجر وهو مواليد 2006 وقاعد بالإيجار، هو زين هذا التاجر 2006 تاجر؟ لا أنت تاجر عمار حكيم وغيرك، أنت مطبقتوا المخدرات من إيران، أنتم التجار مو هاي الشباب الراحة هسه. أشكرك سجاد، شكرا جزيلا للمشاركة. خلونا نسمع رأي السيد محمد من بغداد، تفضل يا محمد. السلام عليكم أستاذ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ بلا زحمة عليك، أريد أن أشوف كل شريك بالمؤسسه مال الشهداء ويقولون الشهيد هو الاولويه. طيب انا عندي اخوي شهيد من 2004 لحد 2014، اي حقوق ماله وحالته راسه من التقاعد من 2014
وين اكو شهيد يستلم راتب داخل الوحده ما ينحال راتبه للتقاعد ونسوي هويه بال 2014 اي حقوق ما نستلم نروح لمديريه مؤسسه الشهداء بالجابريه شو يقول لي؟ يقول لي لازم عندك شهداء اثنين يلا نعطيك حقوق، ليش هذا اقتل لك ابوي لو اخوي؟ يعني هذا الكلام رغم الكتاب موجود رادوا من عند استثناء من وزير او من واحد بالبرلمان رحت جبت لهم استثناء من الشيخ عدنان برهان الجحيشي جزاه الله بالخير انطاني استثناء يروح يحاول على الرقابه والتدقيق ابو مدير المؤسسه يقول لا احنا ما نصرف لكم الحقوق لازم عندكم شهادات اثنين وين اكو قانون الا ينطون حقوق مال شهيد مال اخوي لا. الا اجي لهم شهادات اثنين تريدون اصور لكم كل الكتب اللي عندي ما خلينا واحد ما رحنا له اي شهيد اي حقوق مال شهادات يحكون عليها ما ينطونهم ما داله نعم الناشد رئيس الوزراء يروح للمؤسسه مال الشهداء ويشوف التلكئات الموجوده صدق يا محمد يا محمد يا محمد حتى لو راح يا محمد اسمعني بس حتى لو راح محمد الشيعة السوداني الى مؤسسة الشهداء هم راح يقول الله لا يوفقني على هالخدمة ويدير وجهه ويطلع يا اخي انا بس عندي نقطة يا محمد هاي الحكومات اللي صار لها 20 سنة هي اللي دا تسوي بيكم هيجي هي اللي دا تحرمكم من حقوقكم هي اللي دا تعين الفاسدين في هذه الدوائر حتى يبوقون حتى هاي الاموال بدل ما تروح لك انت كمستحق انت وغيرك لا تروح لجيوب الفاسدين ايش مدريك انت ممكن ما يكون احد يستلم راتب اخوك اللي استشهد تمام باسم اخر او بنفس الاسم بالله. ربما ولذلك ما ينطوك حقك قسما بالله العظيم قسما بالله العظيم من 2004 استشهد وبثناء الخدمة وعندي رسالة حركات وعندي كل الاثباتات وشلون اتصوب نعم. بزمن الطائفية بالدورة زين نعم. وكل ذاكرينه وين اكو شهيد يستلم راتب من داخل وحده من 2004 لحد 2014 الله يرحم له التقاعد ونطالب بالحقوق مالته يقولون لا انتم لازم عندكم شهيدين طيب. وين اكو قانون انا اشكرك محمد من بغداد والله يكون بعون كل الناس اللي فقدت حقها بسبب الفساد اللي موجود في العراق خلونا نكمل مشاهدينا الكرام ما لدينا من مواضيع وناتي الى الفساد طبعا لابد من ذكره في حلقاتنا نافورات الناصرية التي أثارت الجدل جدل الرأي العام طبعا أثارت أيضا حفيظة العراقيين بسبب هدر أموال الأموال العامة عليها أفادت مصادر حكومية في مكتب تحقيقات هيئة نزاهة ذي قار بحبس 4 موظفين بتهمة هدر المال العام بمشروع نافورات الناصرية وقالت المصادر إن قرارا صدر بحبس 4 موظفين في ديوان المحافظة على ذمة التحقيق بحسب المادة 340 على قضية مشروع النافورات الذي أثار الجدل في ذي قار ويبدو أن هذا الإعلان لم يمتص النقمة الشعبية تجاه محافظ ذي قار محمد هادي الغزي المتهم هو الآخر برعاية هذا الملف من الفساد إلى جانب الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي المسؤول عما يعرف بصندوق إعمار ذي قار والذي بددت أمواله على مشاريع النافورات دعونا نشاهد نكمل مع هذا الموضوع مشاهدينا الكرام عبر نشطاء من مدينة الناصرية عن غضبهم إزاء الهدر في المال العام وسوء تنفيذ مشاريع صندوق إعمار ذي قار وحجم الفساد الواضح في المشاريع المنجزة بالرغم من التخصيصات الضخمة لها لا سيما مشاريع النافورات التي توقف غالبيتها عن العمل دعونا نشاهد كيف تحكم ناشط من الناصرية على توقف إحدى النافورات وتحولها لمستنقع مياه آسنة لنشاهد هذا السنج صد لي بالنية يا محمد نافورة هاي نافوراتك بس بطالة هاي رسالة إلى محافظ ذي قار محمد نافورة وإلى كل مسؤول نافورة في باب مستشفى التركي صار لها 2 أسبوع انفتحت ومشروع صار له شهر كمل نافورة عبارة عن طحالب نافورة عبارة عن بطالة
رسالة لكل مسؤول إذا أكو مسؤول، واتكت لك مرشحين على إنجازات مال النافورات، على الطحالب، على البطالة. نستعرض الآن مشاهدينا الكرام بعض التعليقات التي وردت بشأن هذه المقاطع. صابرين تقول: عادي فلوس زايدة وين يودوها؟ يسوون نافورات ويلغوهن، أهم شيء المحافظ سالم وبخير. حسين يقول: هاي النافورات راح يحدثوها على الكمبيوتر ويرجعوها، ليش القلق؟ أحمد يقول: شلون نافورات يومين وعطلا كلهن؟ الله ينتقم منهم. وتعليق لدينا من أبو هدى يقول: صندوق خراب ذي قار، هو بؤرة الفساد الذي يديره حميد الغزي. مشاهدينا الكرام، ننتقل الآن إلى فقرة الإنفوغرافيك. يحتفل العالم في الثاني من تشرين الأول من كل عام باليوم الدولي للا عنف الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2007، وهو مناسبة لنشر رسالة اللا عنف في العالم، فيما يعيش العراق منذ عام 2003 واقعا أمنيا منفلتا أودى بحياة مئات الآلاف من المدنيين، حيث أصبحت مظاهر السلاح المنفلت والتدهور الأمني والاعتقالات التعسفية التي تستهدف معارضي ومنتقدي الأحزاب والميليشيات وغياب القانون أصبحت جميعها من الظواهر الشائعة في ظل حكومات الاحتلال المتعاقبة، فضلا عن تصدر حالات القتل والقصف والاختطاف والنزاعات العشائرية وغيرها من الاعتداءات التي باتت من المشاهد اليومية المألوفة لدى الشعب العراقي، تصدرت المشهد في العراق ما بعد 2003. المزيد من التفاصيل بشأن اليوم العالمي للا عنف في سياق الانفوغرافيك الآتي الذي عده قسم التواصل الاجتماعي في قناة الرافدين الفضائية للمشاهد. نصل الآن مشاهدينا الكرام إلى فقرة الهاشتاج. أجمع مدونون على مواقع التواصل أو في مواقع التواصل الاجتماعي على أن استمرار شركاء العملية السياسية بتمكين القتلة والفاسدين بعد سنوات من الإمعان في إراقة دماء العراقيين يعد استهتارا واضحا للنظام الطائفي البائس القابع في المنطقة الخضراء
على حد تعبيرهم. ولفتوا إلى أن الشارع العراقي يرفض حكومة محمد الشيع السوداني التي فشلت كسابقاتها في انتشال الواقع الاقتصادي والخدمي، فضلا عن تورطها في التستر على الفاسدين واللصوص عادين إياها امتدادا لحكومات نظام فاشل لم ينتج عنه سوى الدمار والخراب. وتفاعل المدونون مع وسم عراق بات نهبا للمحتل والتبعي. اخترنا لحضراتكم بعض هذه التعليقات على منصة أو في منصة إكس. رنوة تقول: النظام الفاشي يقوم بكل ما من شأنه تكميم الأفواه وإزهاق الأرواح، ويصدر خطاب أو يصدر خطاب الاستخفاف، الكل عنده موضع اتهام، وعلى الجميع أن يتسابق في ترضيته ورضاه. حسين يقول: هذا النظام يتمتع بغباء واضح وغطرسة غير مسبوقة وغشم لا حد له، فهو نظام فاشي في خطابه وبنيته، فاسد في سياساته وحركته، فاشل في تدبيره وقدرته، فاجر ظالم في ممارساته وخطايا جرمه أو خطايا جرمه وجريمته. نعم، لدينا تعليق من حسني يقول: حينما تتراكم المشاهد في أقواله ومواقفه وأفعاله فأنت أمام شهادات حية لإفلاسه وتزييفه وتزويره، لا يقيم وزنا لحرمة نفس أو لإرادة شعب أو لقداسة تراب وطن. إنه النظام الجامع لكل نقيصة ولكل زيف وافتراء. أفنان تقول: الغطرسة والاستعمار لا يدومان، وعلى مقدار استعلاء الظالم يكون حجم دماره عند السقوط. وبهذا مشاهدينا الكرام أصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة، وإلى اللقاء.